وفي الوقت الذي كان يترقب فيه الوسط الرياضي الإفريقي والعالمي مباراة قمة الدورة، خابت الجماهير وهي تعاين سهرة أمس رأي العين تفاصيل مهزلة كان بطلها الحكم بامتياز. كوفي كوجيا كان سخيا في إشهار البطاقات الحمراء في وجه لاعبينا، فيما تغاضى عن كل أخطاء الخصم مهما كانت جسامتها. هشام سعدودي. هم أبناؤنا وإخواننا وأحباؤنا، كبار في أعيننا وسيبقون كذلك، لأنهم وببساطة جزائريون حتى النخاع ومتألقون تألقا أذهل العالم كله. مشوار الخضر في الدورة 27 لكأس أمم إفريقيا بأنغولا أوقفه وكبحه الحكم البنيني كوفي كوجيا الذي كان نجم المباراة الأول. مباراة الدور النصف النهائي يوم أمس كانت مسرحية هزلية، بطلها الأول من يسمى بكوفي كوجيا الذي أدار السيناريو الذي حيك بامتياز لهزم الجزائر وإخراجها من المباراة والدورة باقتدار كبير. سخاء لم نرى له مثيلا في دورة كأس أمم إفريقيا وفي مباريات بهذا المستوى في توزيع البطاقات على ذوي البدلات البيضاء فقط وبلونيها الأصفر والأحمر لكل من حليش بالحاج وشوشي والبقية. النجم الكوميدي في الدراما التحكيمية الإفريقية كان ذكيا ذكاء كبيرا في توجيه اللعب وتكسير هجمة الخضر ورتم المباراة، ورغم أن المنتخب الوطني وعناصره ومحبيه قد اعتادوا على مثل هذه السيناريوهات وظروف المباريات الإفريقية، إلا أنهم وللأسف الشديد هذه المرة كانت أقوى منهم ومنا، ولكنها كانت تجربة أصبحت من الماضي وكانت كمحطة تحضيرية لنهائيات كأس العالم الصيف القادم على بلاد العم مانديلا بتمثيل وتشريف العرب الذين سيشاهدوننا على شاشات التلفزيون ونحن نتألق في مواجهات الإنجليز الأمريكان وأكبر منتخبات العالم في أكبر تظاهرة كروية عالمية للمرة الثالثة في تاريخ الجزائر. محاربو الصحراء أقصيوا في هذا الدور، الدور النصفي النهائي الذي يعد إنجازا كبيرا في حد ذاته، والموعد غدا مع المباراة الترتيبية ضد المنتخب النيجيري. ولا ننسى دائما أن نقول أنهم كبار وسيبقون كبارا وسيلعبون مع الكبار، وأن نقول دائما 1-2-3 فيفا لالجيري دائما وأبدا. والصحافة الدولية بدورها وقفت مجدوهة أمام الانهيار الأخلاقي الكبير لحكم في نهاية مشواره التحكيمي وعند حجم المهزلة في مقالاتها الصادرة اليوم. كما نددت الصحافة الدولية بالأداء غير المشرف للحكم الذي ضرب الكرة الإفريقية في العمق بانحيازه المفضوح لخصم الخضر. سهيلة حريرية. حبر كثير سلته نتيجة مباراة الجزائر مصر وتساؤلات أكثر عن المؤامرة التي أحيكت في الأخفاء والتي جعلت من الحكم خصما مع أنه يفترض به أن يكون عادلا وحياديا ونزيها، لكن لم يتمكن المحللون من إيجاد هذه الصفات في هذا الحكم بالذات. جريدة لو فيغارو الفرنسية وتحت عنوان أخطاء بشرية طرحت في تعليقها على المباراة أسئلة عديدة لم تجد لها إجابات عن سبب اختيار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حكم سبقته سمعته السيئة ككوفي كوجيا لإدارة مباراة في حجم مباراة الجزائر مصر، خاصة وأنه يفتقد لأبسط أبجديات الرياضية والبيداغوجية لكرة القدم، كما أن له سجلا حافلا في أداء سوابق مثل هذا السيناريو المفضوح الذي سبق وأن أداه مع الجابون. وأدانت الصحيفة الطريقة التي عاقب بها الخضر انطلاقا من ضربة الجزاء المثيرة للجدل مرورا ببطاقة الحمراء لحليش وإخراج حارس المرمى شوشي. موقع قناة تي في سانك موند في مقاله حكم المباراة الجزائر مصر منحاز تحدث بإسهاب عن منح الحكم تأشيرة التأهل لمصر على طبق من ذهب وافتقاده لأدنى الأخلاقيات الرياضية والمهنية. جريدة لوموند الفرنسية قالت أن الحكم كان نجم ومفاجأة المباراة بدون منازع بسبب أحكامه المتشددة في حق الجزائريين، فيما كان يكتفي بالتصفير لنفس الأخطاء التي ارتكبت ضدهم من المصريين.
هذا الحكم الذي لم يخسر في حضوره المصريين منتخبا وطنيا أو نادا أي مباراة مهما كانت. وظلت نتائج صبر الآراء على موقع جريدة لوموند تؤكد أحقية الجزائر بكأس أمم إفريقيا مع أن هذا الصبر اختتم اليوم. موقع تينيسكوب التونسي في مقال تحت عنوان مصر وكوفي كوزيا يواجهان الجزائر قالت إن نتيجة المباراة عكست تحكيما منحازا كليا للحكم البنيني، وقالت إن الجزائر كانت في مواجهة الحكم قبل منتخب مصر وعادت إلى سابقة هذا الحكم بالذات مع تونس في نفس الدورة أمام الغابون. هذا وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية تحت عنوان حلم شعب تبخر في ليلة أنغولية في ظروف غير عادية، تحدثت فيه عن محنة الجزائر أمام حكم المباراة الذي عاقب بقسوة الخضر وكان سخيا مع المصريين لدرجة منحهم ضربة الجزاء وأهداف بالتسلل وطرد أهم اللاعبين الجزائريين. وقالت الصحيفة أن أشبال سعدان يبقون فريقا موعودا ينتظر منه الكثير في نهائيات كأس العالم، كما أدوا المباراة الرائعة أمام كوديفوار وسيظهرون مدى تقدم لاعبهم في جنوب إفريقيا في كأس العالم الذي سيكتفي المصريون بمشاهدتها على شاشة التلفزيون ويبقى إقصاؤهم على يد الخضر غصة تؤرقهم طويلا. التحكيم الهزيل الذي ميز المباراة كان محل انتقاد الجميع نظرا لانعكاسه على معنويات اللاعبين مما أثر على سير الحسن للمقابلة. كان تخطيط جيد من طرف الحاكم لأنه مشى مباشرة أحسن لاعب في الدفاع. يعني حليش ما كانش يسهل تماما طرد. الحكم عين من طرف لجنة الحكام من البداية طبقا للقواعد الموجودة في لجنة التحكيم، وللأسف كان مردوره اللي شفتوه فوق السيء، يعني ممكن نقول مؤامرة ماهوش تحكيم. هذا لعبت الكرة، كنت الأول اللي صوت على الكرة، بعد هو جا صدم فيا جوا با بورتا يا اغريسيون لا يا ميم با اون فوت. الحكه كانت ما كانش في المستوى اليوم، ان شاء الله مره تبدا تاتر على دوش نحوس ان شاء الله. على كل حال كيما نقول لك التحكيم راجل مقابله، تقدر تقول اليوم راجل مقابله ولا حكم ما تقدرش سو نيفو تاع كومبيتيسيون. عندك ان اربيتال اون بليس راهو فان كارير سافي تو دير. كنا جربت لناش الفيفا حكم نوتر في السودان، كانت حتى في السودان تكون كيما هكا اليوم، بس حنشوفوا كي تعود لا كاف هي اللي تجيب في الاربيتر وفوالا سكي سبوس. المهم حنا ضربنا على العالم تاعنا، خسرنا 4-0 خساره كبيره. بصح شو رايك في الشوارع الجزائريه الناس خرجت كل 1-2-3 ولا جيري على جال شافوا باللي اليوم ما خسرناش بطريقة رياضية، اليوم خسرنا ربح الحكم تاع المباراة هو اللي ربح الماتش مش حنا اللي خسرنا. Les Algériens c'est des connaisseurs, ils savent qu'on est une jeune équipe, on va doucement, on va devenir une grande équipe inshallah et alhamdulillah c'est nous qui allons au mondial, on va aller au mondial, on va faire des preuves inshallah encore, on est en demi-finale. On a pris un but sur penalty litigieux, déjà Rafik qui prend un carton jaune au début du match, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un carton jaune, c'est le gars qui lui rentre dedans. Tout le monde est en train de se faire. Quand le hack est en train de se faire, il est en train de se faire. Écoutez, il a choisi son camp, hein. C'est dommage, dommage pour nous parce que juste avant le penalty, on commençait à reprendre un petit peu le jeu à notre compte, on était un peu mieux, on a eu du mal à rentrer dans le match, mais après on s'est senti un peu beaucoup mieux. Et puis bon, après on connaît le scénario. Je suis très déçu pour le peuple. Qui attendait et puis nous aussi. Dans les rues après le 4-0. Oui, mais malgré ça, nous, on voulait leur faire encore plus plaisir. On a été pénalisé peut-être par un penalty, par une expulsion. Mais après, faut montrer que voilà, on accepte aussi. On gagne comme des hommes et on perd comme des hommes. C'est ce qu'il faut dire, c'est important. ولمناصرة رجال الجزائر كان قد تنقل أمس إلى بانجيلا أكثر من 1000 مناصر لمؤازرتهم وبرهنوا على إبداعهم.